لكن الاسم جه ازاي بقى؟ والله سور موفيز ده كان حاجه هزار يعني، حاجه بنهزر بيها، اللي هو كنا مجموعه ناس هي دي اسمها سور موفيز، يعني الوقت اللي بنلعب فيه مزيكا يعني. وكان الموضوع مش الهدف منه شغل او حاجه، هو زي ما ماما قال كنا احنا بنبقى اصحاب، وكنا بنشتغل في المزيكا برضو، بس كل واحد بيشتغل في حاجه ازاي غير سور موفيز يعني. مو كان بيلعب في باند اسمها فايب، وكان بيلعب في رساله، انا كنت بلعب فتره في كايروكي، وفي فرقه تانية اسمها ذا بريكاشن شو. ذا بريكاشن شو لسه موجوده برضو، دي ايقاعات، بس انا اصلا عازف ايقاع. ومو كمان درامز برضو، يعني احنا الاثنين كنا درام، بنلعب درامز وبريكاشن. فاللي بنعمله حتى في شارموفيز مختلف خالص عن اللي احنا اصلا بنعمله بي. يعني هو مو اساسا درامر، بس اون ستيج بيبقى ماسك بيس. اوكي. وانا نفس الموضوع برضو بلعب ايقاع، بعد في شارموفيز بغني، لان هو زي ما بقولك كان الموضوع في الاول اللي هو الحته اللي هي الهزار دي، مع ان دلوقتي بقى خدنا الموضوع جد يعني، بقى لنا فتره كبيره واخدينه جد يعني.